أختي العزيزة ذات المنديل الأخضر. هديكي أرق التحيات، وأحب أعرفك بنفسي. أنا صلاح عبد السلام الغرباوي، دبلوم صنايع، شاطر جدا في الخراطة، لكن مكسبي كان مكفيني بالعافية، خصوصا وأنا عندي أحلام كبيرة. فدخلت السجن عشان أبني مستقبلي وأكون نفسي. بصراحة أنا كنت مهموم وحزين، ولكن راحت همومي لما شفتك وشفت اللون الأخضر بين إيديكي. ربنا يجعل سنينك كلها خضرة. يا عم صلاح، ايه حكاية انك دخلت السجن عشان تبني مستقبلك؟ طب ازاي؟ عايز افهمها دي. فايزة، 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 أنا شايل تهمة عن واحد كبير نظير إنه يأمن لي مستقبلي، واتحكم عليا ب10 سنين، لكن أنا ناوي أخرج في نص المدة، لأني بعيد عن المشاكل والشغب، وأنا متشكر جدا لأنك اهتميتي بيا، وده دليل إنك إنسانة وقلبك طاهر. وعلى فكرة، أنا عمري ما هسألك أنت دخلت السجن بتهمة إيه، لكن يهمني أعرف محكوم عليك بقد إيه.